الفعل الأمريكي إيه على هذه القمة وهذا الاستقبال وهذه الحفاوة ما بين الصين والعرب؟ لأنه بالتأكيد قد يكون هناك جانب دبلوماسي وجانب آخر لا يتم الحديث عنه. هو كان في بعض ردود الأفعال، بس أنا بعتقد أنها كانت ردود أفعال فيها نوع من الدبلوماسية، لكن أنا أتوقع أن الولايات المتحدة ستشعر بنوع من الضيق، لأنه عندما زار الرئيس الأمريكي بايدن السعودية وعقدت أيضا ثلاثة قمم في جدة، قال أعتقد سيكون في اختلاف كتير، في تشابه في جزئيات ولكن في اختلاف كتير في طريقة الاستقبال والحفاوة والاهتمام، وهو لأنه قبل أن يأتي بايدن يعني كان لي تصريحات سلبية كتير وأثرت في بشكل سلبي في حتى وصف وقتها مجيئه بأنه مجيء الرئيس بايدن طبعا بأنه تراجع عن مواقفه السابقة وفي نفس الوقت عودة إلى الثوابت الأمريكية. مظبوط، صحيح، دي حقيقة، تراجع كثيرا يعني، لأنه أول ما مسك الحكم كان وجه انتقادات كبيرة للمملكة العربية السعودية ولبعض الدول العربية، و عندما حدثت الأزمة الأوكرانية أرسل مندوبين كثر، وزير الخارجية، والمملكة العربية السعودية تمسكت بموقفها. الكل كما ذكرت لحضرتك يبحث عن مصالحه وعن علاقاته الدولية، يعني لأنه العالم أنا أعتقد حاليا في مرحلة مخاض إلى أين سيتجه، ده اللي هيظهر، اللي هتظهره السنوات القليلة المقبلة يعني. طيب حضرتك ذكرت من ضمن ما تفضلت به أنه المشهد متشابه وفي نفس الوقت مختلف، هل يكون وجه التشابه هو يعني مجيء بايدن، مجيء الرئيس الصيني، وكلاهما يحظى بحفاوة كبيرة وكلاهما يلتقي بالقادة المختلفين في صورة قد تكون متشابهة قليلا؟ الاختلاف أنه هذه القمة سيشهدها يعني أكبر عدد من القادة العرب، يعني ممكن يتجاوزوا 14 أو ممكن 20، من 14 إلى 20 من الدول ممكن تشارك فيها. القمة الماضية كانت محددة، القمة كانت تجمع دول الخليج ومصر والأردن والعراق، فالقمة الحالية العربية الصينية لا، العدد سيكون أتوقع أكبر بكتير في الحضور. 14 زعيم أو قائد؟ أتوقع ذلك تقريبا. أنا يعني لا أستطيع الجزم لأني ليست لدي معلومة مؤكدة بأنه حوالين العدد بالضبط الذي سيحضر، لكن أنا أتوقع في العدد سيكون أكبر في من ناحية حضور القادة العرب. أيضا الاهتمام، توقيع اتفاقيات، يعني احنا بنتكلم في 110 مليار ريال سعودي ستوقعها السعودية والصين، وبدأ الاهتمام أيضا من خلال من بداية تصريحات وزير الخارجية السعودي حوالين هذه القمة. أيضا على المستوى الإعلامي في اهتمام كبير، كان في منتدى ليلة أمس، المنتدى الصيني العربي وكان في نوع من الاهتمام، وكانت تصريحات وزير الإعلام دكتور القصبي كانت تصريحات قوية، واتكلم عن الصين دولة مهمة وأنه التعاون الإعلامي هيكون متميز في الفترة المقبلة. فلا الاهتمام جدا عالي من بدايته، يعني منذ أن تم الإعلان. لو أستاذ حازم الشرقاوي يكتب مقال عن القمم الثلاث، أي عنوان يضع له؟ قمم ترسم المستقبل. قمم ترسم المستقبل. مستقبل العرب بالعالم، سيحدث متغيرات كما ذكرت لحضرتك، الخروج من العباءة الأمريكية بنسبة 100% لكل المنطقة. الخروج من العباءة الأمريكية، ده كمان عنوان مهم. الخروج من العباءة الأمريكية بالضبط.